باسل الخياط يكشف تفاصيل مفاجئة عن حياته الخاصة ويلمح إلى اعتزاله لا تزال التغريدات المعبرة عن تأثرها بالمقابلة التي أجراها الإعلامي الإماراتي أنس بوخش مع الفنان السوري باسل الخياط مستمرة بتصدرها الترند على منصات السوشيال ميديا، ومعها المواقع الإخبارية بنشر العناوين الصادمة عاطفياً. ما بعتقد أني أنا عشت الطفولة كما يجب أن يعيشها الطفل، نزلت على الشغل مبكراً. ربما تكون هذه المقابلة من أكثر اللقاءات تأثيراً على الساحة الفنية، فصراحة خياط دفعته للإدلاء بتفاصيل خاصة جداً رأى الجمهور فيها شخصية تشبهه في معاناتها اليومية. تحدث باسل عن قصة حب مريرة عاشها خلال مرحلة العشرينات، اضطر بعد انتهائها للجوء إلى طبيب نفسي كي يساعده على الخروج منها بسلام، وعند سؤاله عن زوجته قال إنه لا يحبها، معتبراً أن الحب هو من اختراع البشر، لكنه أكد على تعلقه الشديد بها. أما عن حالته النفسية ما بعد العلاج فقال إنه عانى من الاكتئاب لمدة سنتين بسبب الأزمة في سوريا، وأنه حاول الخروج منه عبر مهنته. المقابلة كانت غنية جداً بالمعلومات ومليئة بالعواطف إلى حد دفع بخياط للبكاء على الهواء، لكن المفاجأة التي استوقفت جمهوره كانت تلك المتعلقة بإمكانية ابتعاده عن الشاشة، فتساءل الكثيرون عن إمكانية اعتزاله الفن بشكل دائم أو مؤقت. أما تصريحه حول الأمر فكان واضحاً إذ قال إنه يظن بتقاعده في عمر مبكر، لكن غيابه عن السباق الرمضاني المقبل متعلق بحاجته إلى استراحة وجيزة، إضافة إلى ارتباطه بمشاريع أخرى تتطلب منه بعض الوقت.